عليكم، معكم كوتش هناء بناني، مدربة معتمدة في التنمية الذاتية، كوتش مدرسي ومهارات فوق الدراسي، وطبعا كوتش حياة وخريجة ديال الأكاديمية الدولية لمهن التدريب والكوتشين بقيادة سي أحمد المزبوري. اليوم غادي يكون التتويج الثاني واللي هو تتويج مهم بالنسبة لي في المسار ديالي المهني اللي هو الماستر كوتش. جيت سعيدة وصراحة كنقدم واحد الشكر كبير للأكاديمية اللي على الإثر ديال هاد الدبلومات أو على الإثر ديال هاد المشاركات ديالنا معها، فقدرنا نغيرو سوا في حياتنا، والحمد لله تاع المجال المهني كنقدم هاد المساعدة للناس، كنقدروا أننا ننقلوا الناس من مرحلة لمرحلة. وشكرا. تكلمي لنا على بعد الأيام اللي تكونتي فيها، الأجواء كيفاش مع الزملاء عندك؟ بحكم انا ماشي هذه المره الاولى اللي غادي يكون عندنا هذا التكوين، فكيكون ديما كيكون عندنا واحد التكوين اللي هو في جو اللي هو عائلي. الحاجه الزوينه اللي كاين عندنا في الاكاديميه وما كنظنش انها تكون في بلاصه اخرى اللي هو سي احمد المزبوري، انسان اللي كيعطيك كل ما عندك، يعني كتخرج من الاكاديميه قادر انك تبدا في مسار المسار المهني ديالك، يعني اون فوا كتشد الدبلوم ديالك فانك تخرج تخدم نيشان. شيء اخر هي دائما كتكون عندك متابعه من الاكاديميه، يعني ماشي كتشد الدبلوم ديالك وكتزيد بحالك ولا نو، كتاخذ ديما المتابعه، ديما تكون عندك استشاره مع الاكاديميه، وهذا الشيء ما كنظنش انه كاينين في اكاديميات اخرين او لا كاينين في بلايص وحدين اخر. لقيتي شي صعوبه؟ ربما في الاول، دابا بحكم ماشي المره الاولى كيف ما ذكرت، فما كتلقاش صعوبات، تقدر انك تكون دائما متحمس انك تعرف الجديد، دائما تكون عندك حماس انك تاخذ معلومات اكثر، كتكون متعطش. هذا الميدان ديال التنميه الذاتيه اون جينيرال وكوتش الحياه، كل ما كتحس فيه في الخطوه كتبقى انت غادي وتبدا تقلب على الجديد. اش هي الحوايج الزوينين في هذا التخرج؟ التخرج ولا في الدبلوم؟ في الدبلوم، الدبلوم عفوا. الدبلوم اون جينيرال، دائما كنقول انه الحاجه اللي ما كنتش غادي نفيد بها راسي ما نقدرش نفيد بها الناس. الحاجه اللي زوينه في هذا الدبلوم ولا في هذا المجال، دائما كتلقى راسك كتخدم على راسك، وين فوق كتخدم على راسك كتقدر انك تخدم على ولا كتخدم مع الناس وتقدر تعاون الناس. شنو النصيحه اللي غتعطي للناس اللي بغاو يقراو ومتخوفين من هاد الدبلومات؟ كنقول لهم مرحبا بكم، فقط خاصكم تختاروا الوجهه المناسبه، ماشي اي بلاصه غادي تقدر تكون فيها، ماشي اي بلاصه غادي تقدر تعطي فيها، لان ملي كنخرجوا كنقول انا كوتش ولا كوتش محترف، فانت كتهز على راسك واحد الرساله هي مهمه، داكشي علاش خاصك تكون واخد هذه البلاصه اللي هي كيف كنقولوا كتعطيك باش تقدر حتى تعطي رساله اللي هي توصل للناس وتقدر تعاون الناس. شي كلمه اخيره؟ انا فرحانه وغير غتكونش ان شاء الله المره الاولى ولا المره الثانيه ولا المره الثالثه، تقريبا نقولوا 7 سنوات من في هذا الدومين، وباقيين باقي غنخرج المره الاولى والثانيه والثالثه. والشكر الكبير او الكلمه الاخيره اللي صراحه هي في حق الاكاديميه كلمه اللي مجروحه، كنشكر سي احمد المزبوري اللي كنعتبره كاملين الاب الروحي، كنشكره على العطاء ديالو، كنشكره على داك الدفء اللي كيعطينا، اللي فريمون ما عمرهم كيمشي علينا بشي حاجه، واخا كنكبروا واخا كنعطيو واخا كنخرجوا للميدان دائما كنرجعوا عنده باش ناخذ من عنده طاقه اخرى. شكرا. تكلمي لنا على شويه على هذا الجو.
عائلي زويان بغينا انك تحلم لي عليه كتذكريه تذكرنا بالجوع تاعك رائع. تعلمنا بزاف كيفاش نتعاملوا مع الاخرين مع الاشخاص مع ولادنا مع عائلتنا. شنو الحاجه الوحيده اللي عجبتك في هاد 4 ديال التكوين؟ اعطينا حاجه منها. يعني هادشي اللي درناه خصوصا الذات ديالنا حتى الاتصال ديال الاصدقاء زعما هذا اكثر من الصديقات ديالنا. شكرا لك كتعاونوا ديال احمد المزكوري كنعاونوا وعاونوا وقف معنا. كيفاش حسيتي براسك بانه غتاخذ هذا الدبلوم ديال مدربة الحياة؟ كان حلم؟ غتعطي؟ ان شاء الله ضروري. هادي سيدك معاك صديقة اختك اخت نيت اختو سميتها منى. ممكن تعطينا شي كلمة لمنى؟ تفضلي تفضلي قربي شوية. زيد 4 شهور اخرى والله ما كان عندي شي مشكله، ولكن الاستاذ توا المزبوري عنده التزامات صغيرين عنده بزاف ديال الالتزامات. الوغ صراحه شنو الدافع اللي خلاكم باش تاخذوا هذا الدبلوم ديال مدرب الحياة وباش اختاريتوه بالضبط هو؟ الاقتصادات كاينه خدي كل شي حاجه مزيان تفقتوا فيها شي حاجه؟ لا كيبان لينا واحد التغيير يعني كنحسوا بالعادي واحد الحشوه يعني واحد المنوره بان لي انا واحد التغيير في القصه ديالي مع عائلتي مع وليداتي مع صديقاتي. كنشكر بزاف الجمهور على هذه الدوره ما عليش ندم عليها صراحه. واش أول مرة كتختاري هاد النوع ديال الدبلوم ديال المغرب هاد الحياة؟ أول مرة أول مرة. علاش اختاريتي هاد الدبلوم؟ اختاريته لأنني فعلا ما كانتش عندي مهارات حياتية، والأغلبية ديال الناس ما عندهمش مهارات حياتية اللي كيوصلوا التقنيات اللي باش ينشوا حياتهم ويطوروا ذاتهم ويذكروا في الذات ديالهم. لأن أول حاجة خصنا نستمتعوا على علينا حنا عاد نطبقوها ونعطيوها للناس. لاحظت بأنه الأغلبية ديال هاد الدبلوم كياخذوا من الأمهات، علاش ما كنلقاش هنا الناس اللي باقيين صغار اللي يزيدوا يتعلموا؟ اما ربما الامهات هما اللي تيسعوا بزاف على يعني الامهات ممكن يقلبوا على مهنه اخرى يديروها يمارسوها كمهنه الكوتشين. باش كتنصحيهم؟ علاش كتنصحي الناس دابا الجيل الصاعد؟ الجيل الصاعد لا رجال ولا عيالات كنصحهم انهم يتجهوا للكوتش ديال مهارات الحياه، لانها لان غتكسبهم بزاف ديال التجارب والتقنيات اللي يقدروا يستمروا بها في حياتهم ان شاء الله. لقيتي فيها شي صعوبة؟ لا يعني كاين الحمد لله. كسبتي زملاء انا زميلات ديالك؟ بزاف واصدقاء، واحد كانت روعة يعني واحد ولات صداقة يعني مستمرة حتى من بعد الدور. شي كلمة أخيرة؟ كلمة أخيرة هو أنني كنشكر الأستاذ أحمد الزبوري وكنشكر لي كوتشز اللي كانوا معايا، لأن كنا واحد المجموعة رائعة تعاونت بعضياتها حتى نجحوا هذه الدورة هذه، وكل يعني كل واحد كان كيساعد وحده أخر، كل واحد كان كيهز وحده أخر حتى كملنا الدورة والحمد لله وشكرا. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.